واستغل الكلام ده ازاي؟ او انا بتناول الكلام ده في جسمي ليه؟ بتناوله عشان اعمله عمليه اي او اعمله تبسيب غذائي. بمعنى ايه؟ اي ماده بتدخل جسمك اكيد ليها هدف او ليها وظيفه. على سبيل المثال انا باكل كربوهيدرات ليه؟ اصل انا هحصل منها على الطاقه اكيد، وبالذات الكربوهيدرات الاحاديه حتى لو انت خدتها بصوره معقده هتتحول عن طريق الهضم الى سكريات بسيطه. مميز بين كلمه الهضم وبين كلمه الهدم قلناها المره اللي فاتت. طيب لو انا تناولت الليبيدات بتناولها ليه؟ الليبيدات ليها كذا اهميه، لكن ممكن برضه اقول ان انا ممكن احصل منها على الطاقه برضه، وكمان تدخل في تصنيع اغشيه الخلايا الفوسفوليبيدات، وانا اغشيتي عباره عن اغشيه بلازميه. كمان ممكن اقول برضه انها داخله في تكوين بعض انواع الهرمونات، في هرمونات بتسمى استرويديه او استرويدات، زي ايه؟ زي هرمونات قشره القذريه لو بتسمع عنها، وزي هرمونات الجنسيه يعني التستوستيرون الاندروستيرون الاستروجين، اكيد الاسماء دي انت سمعتها قبل كده. تستوستيرون اندروستيرون دول هرمونات ذكريه، استروجين والبروجسترون دول هرمونات انثويه، الاثنين عباره عن استرويدات يعني دهون. كلمه استرويدات يعني احماض دهنيه بسيطه. طيب ايه تاني؟ عندك حاجه اسمها القشره القذريه، في غده في جسمك اسمها الغده القذريه، لان ممكن يلعب بالالفاظ. الغده القذريه دي غده توجد اعلى الكليه، غده موجوده اعلى الكليه. الغده دي عباره عن جزئين عامله زي الهرم كده، ليها قشره وليها نخاع. القشره كل افرازاتها استرويديه يعني احماض دهنيه. تسمع عن حاجه اسمها كورتيزون؟ كورتيزون بيرفع المناعه، لو واحد عنده التهابات في الاغشيه او عنده اي نوع من انواع الامراض بيديله كورتيزون عشان يرفع مناعته، ويقول لك الحقنه دي صعبه وياخدها مره واحده مش عارفه كل سنه وموال كده. الحقنه دي عباره عن استرويدات. يبقى انا عايزاك بس الكام كلمه دول يبقوا في ودنك، الاسترويدات او الهرمونات الاسترويديه هي الكورتيزون والهرمونات الجنسيه، استروجين بروجسترون اندروسترون والتستوستيرون. الخمسه دول استرويدات، يعني انا بحتاج دهون في جسمي اكيد. ان ما كانش طاقه يبقى بتدخل تحت الجلد تعمل نوع من انواع العزل الحراري، عزل الحراره، يبقى تدخل في تكوين بعض انواع الهرمونات. طب انا باخد بروتينات ليه في اكلي؟ عشان ابني جسمي، عشان اعوض انسجه تكوين عضلات. البروتين انا برجع له عشان بناء الجسم، يا بناء يا تعويض انسجه ثالثة. تمام؟ طبعا الاحماض النوويه دي حاجه معروفه مفروغ منها، بتعمل ايه؟ حاجه بتنقل ماده وراثيه، والثانيه مسؤوله عن تخريج البروتين عشان ينزل الماده الوراثيه. طيب انا كتبت الكلام ده عشان استفيد بيه، عنوان الجزء ده اسمه ايه؟ الايض او التمثيل الغذائي. ما المقصود بالايض او التمثيل الغذائي؟ يعني استفاده الجسم، ده تعريف غير اللي في الكتاب، استفاده الجسم من المواد الغذائيه المنظومه. جسمي هيبدا يستفيد من المواد الغذائيه المنظومه، ما انت اكلت كربوهيدرات وبروتينات وليبيدات واتعضلت، تحولت الى مونيمرات. بعد ما كانت بوليمرات صار في كائن حي كيميائية، أصل التفاعل كيميائي في جسم كائن حي فبتسمى بايو كيميائية، وساعات يسموها كيمياء حيوية، وساعات يسموها كيمياء عضوية، ساعات بايو كيمستري، كله مفردات لنفس الايه؟ كله نفس المعنى. المهم هعمل عمليتان متضادتان عشان أعرف أستفيد من المادة دي، هعمل عمليتان متضادتان يا كذا يا كذا. ايه هما العمليتين بقى؟ يعمل لها عملية هد، يعمل لها عملية ايه؟ بناء. يبقى لو حبينا نطلع تعريف، انا مش بطلب احفظ تعريفات بس في مشاكل لو جبنا عارفين. لو حبيت اطلع تعريف للعوامل او لعملية الايض الاول، ما هي عملية الايض؟ هقول لك ده عبارة عن استفادة الجسم من المواد الغذائية المنظومة، ده المفروض كمان اقول والممتص، اصل انا هضمتها وامتصتها، امتصتها منين؟ من اللفائف، ماشي، عبر مجموعه من العمليات البايو كيميائيه، وتشمل عمليتين متضادتين. ايه هما العمليتين بقى؟ عندي حاجه اسمها هب، وعندي حاجه اسمها البناء. يا اما ان انا اهدمها يا اما ان انا هبنيها، يا اما اعمل لها عمليه هدم يا اما اعمل لها عمليه بناء. المهم
ايا كان هتعمل هدم او بناء فكده كده انت بتستفيد بيه. صحيح عملتين متعاكستين اه بس انت بتستفيد من الماده الغذائيه دي. ماشي رجعنا قلنا ايه بس التفاعلات دي هتاخد مني وقت طويل قوي. طب اعمل ايه عشان اخلي الوقت يكون اقل؟ استعمل الانزيمات اللي احنا بنقول عليها عوامل حفازه او عوامل مساعده. طب قبل ما ادخل على عوامل الحفازه او المساعده اقدر اميز او اقارن بين الهدم وبين البناء؟ ازاي؟ قول لي يلا الهدم. حلو. البناء بيستهلك طاقة. برافو عليك. يبقى انت عايزه تقولي ان الهدم ده بيحصل عنده انتاج طاقة. اللي انت هتستخدميها فيه او هتعينيها فيه جزيئات الـ ATP. لكن في عملية البناء انا بعمل استهلاك. انا هستهلك طاقة. طيب عايز افهم هتجيلي في الامتحان او ممكن يجيلي حاجه زي كده اقول لي اي دي بي. قلناها المره اللي فاتت في حاجه اسمها اي دي بي زائد بي وفي حاجه اسمها اي دي بي. ايه الفرق بينهم؟ قول يا حبيبي. تساوي اي دي بي زائد بي. حلو. يعني الاي دي بي بتساوي اي دي بي زائد بي او ممكن اقول زائد انرجي او زائد الطاقه علشان يجيلي اي دي بي. جميل. والسهم ده رايح جاي يعني الموجود في خليتك فعلا هو اي دي بي. لكن لو توفر عندك الطاقه وتوفرت مجموعات فوسفات من اكلك هتقدر تحولها الى اي تي بي. وساعه ما تحب تستخدم الاي تي بي دي هترجع ايه؟ تاخدها تاني. يعني انا كده عملت عمليه خزن للطاقه. انا كده عملت عمليه استهلاك للطاقه. ماشي. اقدر اطلع تعريف الهدم. انا كده عرفت نواتج الهدم ونواتج البناء. طب اقدر اطلع تعريف الهدم؟ اه. ايه هو الهدف؟ عايز احول تفصيل البوليمرات الكبيره للمينرالات. حلو. بس برضه المعنى ده مش دقيق قوي. ليه؟ ممكن ينفع برضه لعمليات الهضم. ما انت اكلت كربوهيدرات اتحول لسكر احادي. اميز ازاي طيب؟ هو الهدم عشان اقدر اميزه اكتر اقول له ايه؟ عمليه مش شرط. طب ما بيحصل جوه جهاز الهضم؟ اكسده. الهضم اكسده. هقول عمليه اكسده او احتراق للمواد الغذائيه. لتحرير الطاقة الموجودة بين روابط جزيئات هذه المادة. طب تعالى نكتب. يبقى الهدم هو ايه؟ ممكن اقول الهدم هو عملية أكسدة أو احتراق أي حاجة المواد الغذائية ها في وجود الأكسجين. طبعا الأكسجين ما أنا هعمل أكسدة. ليه؟ لتحرير الطاقة المخزنة بين او مخزنه نقول في روابط عشان يبقى تعريف شامل في الروابط بين ذرات جزيئات المواد. عملت عمليه اكسده او عملت عمليه احتراق لمين؟ عملت احتراق للماده الغذائيه دي بس عشان تحرقها لازم يكون في وجود الاكسجين. ليه؟ هتحرر الطاقه عشان الطاقه دي متخزنه في الروابط الكيميائيه. فاكرين لما كنا بنقول الجلوكوز ممكن اكتبه سلسله مفتوحه 3 4 1 2 3 4 5 6. ماشي. مع كل مره انت بتكسر رابطه كل مره بيطلع عنها ايه؟ طاقه. الطاقه دي انت تروح تعينها في ايه؟ في الاي تي بي. يبقى انا اعتبرت الطاقه دي كانها طاقه مخزنه في الروابط اللي بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله وانا حررتها عن طريق ان انا عملت عمليه الاحتراق او عمليه الاكسده دي. يبقى الهدم انا هحرق الماده دي هاكسدها طبعا فين؟ داخل الخلايا. لكن الهضم كان حصل داخل جهاز هضمي اعضاء جهاز الهضمي. في فرق بين انها داخله جوه عين وبين انها بتحرك جوه خليه. معاكي مثال. طب لسه في حد غايب عشان مش كل حاجه تعكس الهضم او اعكس الهضم. يعني طلع لي تعريف ليها. هو انت قلت زي الجليكوجين اه هتجيب سكر احادي وتحوله لجليكوجين. هتجيب احماض امينيه وتحولها لبروتينات. هتجيب دهون وتحولها لبيدات. يعني عمليه مضمره بالظبط. يعني اقول له ايه؟ اتحاد المونيمرات الصغيره لتكوين المونيمر كبير مثل اي حاجه من اللي احنا قلناها دي. يبقى انا هعمل اتحاد. مش لازم اقول مونيمرات بقى. ممكن اقول اتحاد جزيئات الطعام الصغيرة ليه؟ لتكوين جزيئات كبيرة اللي هي البوليمرات. طبعا انها بتحتاج عملية استهلاك طاقة. جميل. وقلنا التفاعل ده علشان يتم
وطبعا التفاعلات دي تفاعلات الاي بتتم داخل الخلايا. عشان تقدر تتم تفاعلات الاي داخل الخلايا انا بحتاج قدر بسيط من الطاقه، صح؟ القدر ده اجيبه منين؟ بجيبه من الخليه. يعني لازم يكون في طاقه في الخليه. يعني بعد ما اكل ابلع لي عودين كبريت مولعين عشان الاقي طاقه؟ لا اكسجين. طيب هل ده معناه؟ لا مش فاهمني. الوقت اي تفاعل عشان يتم محتاج قدر من الطاقه، بنسميها طاقه التنشيط. التفاعل ده علشان يتم بيحتاج قدر بسيط من الطاقه، بسميها طاقه التنشيط. مثلا ولو ان المثال صعب شويه، بس يعني لو انا افترضت ان واحد كان وجبه غذائيه دسمه جدا ومات، هو لسه واكل قرش في ساعه ولا ساعه، الارض هيستمر في جسمه؟ ليه؟ ما ممكن يكون لسه جزيئات الدم محوله للاكسجين، يعني يستمر الارض ولو ساعه كده ولا حاجه؟ لا، كل وظائفه بتقف. كل الوظائف بتقف، مش عشان القلب وقف، عشان درجه حراره الجسم بقت صفر. انت لو تيجي تلمس اي حد متوفي درجه حرارته بس هو بعدها لو الحراره غير مناسبه بتقل، اكيد بتقل حراره الجسم غير مناسبه لاي نوع من انواع التفاعلات، فكل التفاعلات اللي في الجسم هتقف. هدم بقى بناء اي حاجه، اي تفاعل هيحصل في الجسم هيقف. ليه؟ درجه حراره الجسم غير مناسبه. خليتي لازم يكون ليها درجه حراره معينه عشان اي تفاعل من التفاعلات اللي احنا بنتكلم عنها تتم، سواء كان التفاعل ده تفاعل هدم او تفاعل بناء. مثلا عييت، انت عيان حرارتك عليت قوي بقت 40 درجه مئويه، ينفع تروح تضرب حاله محشي؟ لا. ليه؟ عشان الحراره غير مناسبه لعمل الانزيمات دي، عشان الحراره غير مناسبه عشان التفاعل ده يتم. يبقى عشان التفاعل ده يتم انا محتاج طاقه حراريه، والطاقه دي انا باخدها من الخلايا، من خليتي. يعني انا هيديني طاقه ولا هياخد مني طاقه؟ هياخد الاول وبعدين يديك، هياخد الاول وبعدين يديك طاقه كتير. طب هاخد الطاقه دي منين؟ هياخدها من الخليه. يعني كل ما هاجي اكل ويحصل عمليات ايض او تنسيق غذائي هحس ان جسمي بيبرد؟ ما بحسش بكلام. ليه؟ اتفقنا ساعتها ايه؟ اصلا عندي انزيمات. جسمك ربنا موفر لك حاجه في جسمك اسمها انزيمات، تشبه بالظبط العامل المساعد او العامل الحفاز اللي انت بتستخدمه في تجاربك العمليه. عايز احضر اكسجين، لو سبتيه درجه حراره الغرفه ممكن يقعد معاك يوم كامل على ما تلاقي جزيئات الاكسجين بدات تطلع، لكن لو حطيته سنه كتير منجنيز كعامل حفاز التفاعل هيتم بسرعه جدا في فتره زمنيه بسيطه جدا. عمل ايه؟ ده زود لك من سرعه التفاعل وقلل من طاقه التنشيط. اذا اي تفاعل في الجسم بيحتاج الى طاقه عشان يبدا، اخدها منين؟ من الخليه. طب ما انا كده جسمي هيفقد طاقه بكميات كبيره؟ لا مش هيفقد، لان ربنا وصف لك او وضع لك في جسمك الانزيم علشان يساعدك على اداء العمليه دي. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت انا عايز اشوي لحم، فاكرين؟ ينفع احط الفحم اسود وارص عليه اللحمه واقعد هوي الصبح؟ انسى، اللحمه هتعفن من غير ما تتشوي. طب الحل ايه؟ كنت بتاخدها تحطها على النار الاول. ليه؟ على النار عشان تتحرق او عشان تتوهج. وساعتها كنت قلت لك المعادله بتاعت، قلت لك ايه؟ ده الاكسجين اللي في الهواء في صوره جزيئ مش هيتم التفاعل، انا عايز احوله لذره نشطه، فرفعت الحراره عشان اكسر اللي بين ذرتين الاكسجين فيتم التفاعل. طب ما ده اللي هيحصل في جسمي. لازم عشان تشوي اللحمه، لازم عشان تعمل ايض لغذائك تمسك الماده الغذائيه دي تحرقها الاول. طب هحرقها ازاي؟ هتحرقها من جسمك. طب ازاي؟ كده حراره جسمي هتقل. لا، في حاجه هقدر اعمل نفس الوظيفه دي في درجه حراره جسمك. على فكره في بعض انواع تفاعلات البناء او الحرق اللي هتحصل في جسمك ممكن توصل حرارتها 90 درجه مئويه عشان تتم. محتاجه درجه حراره 90 درجه مئويه، زي ما انت جبت الفحم حرقتها على النار. الله، طب انا هجيب ده كله منين من جسمي؟ كان زماني موت. كان زمان جسمي تلج بعد كل وجبه غذائيه. لا ما بيحصلش، لان انت عندك ايه؟ انزيمات بتساعدك على الكلام ده. وعرفنا ايه هو الانزيم. اول ما اسمع كلمه انزيم اعرف انه بروتين. جميع الانزيمات بروتينات، لكن بعض الهرمونات بروتينات. عشان برضو ممكن تلخبطني في الحته دي، لان احنا لسه حال قليل فيه هرمونات استرويديه، صح؟ يبقى فيه هرمونات بروتينيه وفيه هرمونات استرويديه، لكن الانزيم لا، كله اي كلمه يقول لك فيها كلمه انزيم اعرف ان على طول تركيبه بروتين. الانزيمات مواد بروتينيه تعمل كعامل حفاز، هتزيد من سرعه وتقلل من طاقه التنشيط اللازمه لبدء التفاعلات الكيميائيه. طيب ايه ممكن العوامل اللي تاثر في عمل الانزيم؟ فكروا معايا. درجه الحراره.
ماشي، يعني الانزيم ممكن اقول انه بيتاثر بيه درجه الحراره بس، لا ده بيتاثر كمان بدرجه البي اتش اللي احنا بنسميه في الكيمياء الاس الهيدروجين. طب ايه كمان؟ هل ممكن حاجه ثانيه تاثر في عمل الانزيم؟ اه كميه الماده الهدف، كميه الماده الهدف وكميه الانزيم. يعني ايه؟ لازم يبقى في تناسب بين كميه الهدف وكميه الانزيم. بمعنى جدا انا قمت الصبح لقيت نفسي مسكره، فعايز اخد حبايه اي حاجه مسكنه للصداع. ماما لقطتك شافتك قالت لك اوعى تاخد حاجه وانت معدتك فاضيه، كلي حاجه الاول. هي بتقول كده ليه؟ بتقول كده عشان انت لو كلت حاجه فعلا ومعدتك فاضيه الدواء اللي انت خدته ايه؟ ده حبايه. يعني اول ما تنزل المعده بسرعه المعده هتهضمها بانزيمات الهضم بتاعتها، صح؟ بس هل كميه الانزيم اللي افرز تتساوى مع حجم الحبايه؟ لا، اكيد كم الانزيم افضل من كم الحبايه. هضم الحبايه وبسرعه، طب والانزيم الزياده ده ياكل في جدار المعده. هيبدا ياكل في جدار المعده مره في مره في مره، تصبح حاجه اسمها قرحه معده. اكيد سمعتوا عنها؟ ايه قرحه المعده دي؟ احسها ازاي؟ ان انا كل ما اكل اي حاجه فيها بروتين احس ان صدري نار مش مستحمل اي حاجه فيها بروتين. طب ليه؟ لان المعده اصلا، وهنعرف النهارده اسم انزيمها، مسؤول عن هضم البروتين. وخلي بالك ان هي اصلا بروتين، يعني المعده تركيبها بروتين وتهضم بروتين. طب تيجي ازاي دي؟ يعني البروتين هيهضم بروتين، طب ما هتهضم نفسها، هتهضم نفسها كانك جايبه ازازه بلاستيك وحاطه فيها حمض كبريتيك مركز. ينفع؟ لا. طب وبعدين؟ لا، ربنا حميد، ربنا ما بينساش حد. الجدار بتاع المعده الداخلي مبطن بطبقه مخاطيه، نسبه مخاط عاليه كثيفه. المخاط ده بيمنع اثر الانزيم على جدار المعده، حميد بتبطن من جوه. امال ايه القرحه دي؟ لما الطبقه دي تتاكل نتيجه ان انت خدت ادويه على غيار ريق كتير، بس مش ده السبب الوحيد يعني، بس يعني خدت ادويه كتير مره في مره في مره في مره بدا يحصل تاكل في الطبقه دي. والتدخين بيعمل تاكل في الطبقه دي، شرب الكحوليات بيعمل تاكل في الطبقه دي. كمان الحاله النفسيه، من الامراض النفسيه الشائعه قرحه المعده. العلاقه بالمرض النفسي وقرحه المعده، لو عايز تعرف المعلومه دي، المرض النفسي بيكون نتيجه ان في تهيجات او في مشاكل في خلايا العصبيه، جهازك العصبي. في عصب اسمه العصب الحائر، العصب ده داخل في المعده. العصب ده في حاله الحاله النفسيه بيتوهج، كان حاجه ورمت، كانت مولع شمعة. طبعا التوهج ده هو جوه مين؟ المعده. ولما يتوهج بسبب الحاله النفسيه حاطط الشمعة جوه المعده بتبدا ايه؟ تبدا تاكل الطبقه دي. عشان كده معروف جدا ان القرحه من ضمن الامراض النفسيه الشائعه. بص حاجات بسيطه لكن ممكن تفيدني في حياتي بعد كده، خلي بالك المعلومات الصغيره دي. طيب يبقى لازم يكون كميه الماده الهدف تتناسب مع كميه الانزيم، والعكس. ما هو ما ينفعش برضه تقوم ضارب لك حله محشي وانت عارف ان انزيماتك مش هتقدر تهضم الكم ده كله. لازم يكون في نسبه وتناسب، كم الماده الهدف اللي انت هتهضمه يتساوى مع كم الانزيم اللي هيهضمها، لا ده يزيد ولا ده يقل علشان جسمك ما يتاثرش. لو زاد تمام، معاه روح اعمل لها غسيل معده بقى، لان الانزيم مش قادر يهضم كل الكلام ده. فبالتالي هيتركن عندك في اعضاء اخرى معاك الغليظه مش قادر اهضمه، فيحصل لك تلبك معه برضه مشكله. يبقى لازم يكون في نسبه وتناسب بين الاثنين. طيب هيقول لك برضه ممكن يكون موجود في المواد الغذائيه اللي انت كاتيها دي مواد مثبطه. قد يكون في مواد في الغذاء بتاعك مواد مثبطه للانزيمات. كلمه تثبيط عكس التنشيط. انشطك غير اظبطك. انا قايم الصبح النهارده، انا النهارده همسك الباب الاولاني للاحياء ده عشان هو خلص هخلصه، يوم جاي فلان الفلاني مكلمك اسكت ده في حته فيلم في التلفزيون دلوقتي ملوش حل، تقوم قافل الكتاب وفتحت التلفزيون، عمل لك تثبيط لهمتك. ويبدو ان هو عمل كده عشان انت تتفرج على التلفزيون وهو يقعد يذاكر. وعلى فكره بتحصل كتير قوي، عارف انت الشخصيات دي. طيب كمان يبقى انا عملت كده عمليه ايه؟ تثبيط لي. التنشيط ان انا احفزك، اه يلا نشوف مين فينا هيخلص الاول، طب انا هبعت لك اسئله، إيه انت عندك اسئله حلوه ابعتها لي. بنعمل عمليه ايه؟ بننشط بعض. لكن انت واحد تاني بقى هبطك ثبطك. يبقى في بعض المواد ممكن توصل لجسمك تعمل تثبيط للانزيم. ازاي؟ يعني مثلا على سبيل المثال
ما اكلت حاجه مش نظيفه. وطبعا انتوا بتسمعوا عن القرف اللي احنا بدانا فيه والزيادات اللي بتحصل في كورونا دي. النظافه وايه ما جبتوا المواد الحافظه والمواد الحافظه والمواد الحافظه كمان على فكره بتاثر في المعده وبتاثر في الكالسيوم اللي في الجسم والبيبسي والكولا. عندي في حاجه النهارده مش خاليه من المواد الحافظه، ازاي نبعد عنها؟ ما تستخدمش البيبسيات والقرف اللي انت والشيبسي والحاجات اللي انت بتستخدمها. ما تستخدموا حاجات طبيعيه في البيت يا جماعه. اهو صدقني غلط. شرحت لكم قبل كده عن اللي حصل ومشكله في ارتجاع المريء بسبب اكل المواد الحافظه، شرحت لكم القصه دي قبل كده. طب ونوصل للمرحله يعني انا لو ما اكلتش شيبسي والحاجات اللي بتاكلوها دي هموت يعني؟ ما نتعامل في البيت يا عم. ليه؟ وكلكم بتشربوا البيبسي والحاجات دي كانها ميه، ده كله بيتكسر في كالسيوم عظمه. حرام يبقى شاب عنده 20 سنه ملوجع يلاقي عنده هشاشه عظام. فعلا ممكن تأثر في عمل انزيم؟ اه مبدئيا جميع انواع الانزيمات لانها مصنعه في جسمك بتعمل باقصى درجه فعاليه عند درجه حراره جسمك اللي هي 37 درجه مئويه. بيعمل عند الدرجه دي الانزيم باعلى كفاءه واتقان. يعني ايه؟ يعني احنا ممكن نعمل رسم بياني وهو دايما هيجيبك في شكل رسم بياني ونبدا نشوف الانزيم بيشتغل ازاي وايه درجات الحراره المناسبه له. ومن خلال الرسمه اللي هنعملها سوا دلوقتي هقدر اتعرف على يعني ايه كلمه مدى حراري للانزيم، يعني ايه درجه الحراره الدنيا، يعني ايه درجه الحراره القصوى، يعني ايه درجه الحراره المثلى لعمل انزيم. طيب تعالى كده نرسم منحنى. دايما على فكره في اي منحنى بيكون انتوا في الرياضه بتقولوا على ده المحور السيني وده المحور الصلب. دايما المحور السيني بيكون مسؤول عن المتغير الاول. المتغير الاول والمحور الصادي بيكون مسؤول عن المتغير الثاني. اصل انت بتتكلم عن علاقه بين حاجتين يبقى حاجتين هيتغيروا قدام بعض. الاولاني بنحط دايما على المحور السيني. يعني انا دلوقتي عايز اعمل حراره او عايز اعمل علاقه بين الزمن مع درجه الحراره. بدات بايه؟ الزمن. يبقى المحور السيني هيرمز للزمن. يعني عايز اقول لك ان اول متغير دايما بيكون في السين او المحور السيني. طب الزمن مع ايه؟ مع درجه الحراره. يبقى المحور الصالي هيتكلم عن درجه الحراره. ماشي. تعالى نقول ان انا الحراره هنا كانت صفر. هعملها خمسات، خمسه، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40. خليك فاكر ان انت حراره جسمك 37 درجه مئويه. طيب ده خليني اقول انا هعكس اخلي دي درجه الحراره عشان تضمن الارقام بقى. دي درجه الحراره. ماشي. واخلي دي تبقى الزمن. عكست خليت السيني هو درجه الحراره وده الزمن عشان حطيت الارقام. ماشي. تعال شوف عند الخمسه، عند الصفر، عند العشره الانزيم متوقف. بدا يشتغل الانزيم عند امتى؟ تقريبا كده عند ال 11 يا سيدي قول ال 10 هيبدا يعلى. وبعدين انا عايز اوصله ل 37. عند درجه حراره 37 كان اعلى كفاءه لعمل انزيم. بعد كده بدا ايه؟ ينزل ينزل. وقف عند كام؟ عند 50 درجه مئويه. طب تعالى من خلال الرسم ده اعرف ما هي درجه الحراره الدنيا؟ درجه الحراره الدنيا هي درجه الحراره اللي بدا عندها نشاط الانزيم. يعني اقدر اقول كده هي اقل درجه حراره بدا عندها الانزيم 10. يعني هل لو انا الحراره دي 9 يشتغل؟ لا. في درجه حراره 9 ما اشتغلش، لكن 10 بدا يشتغل بس بطيء قوي، بس هو بدا يشتغل. وكل ما بترفع درجه الحراره كل ما كفاءه الانزيم بيزيد معاك. بس اعلى كفاءه كانت درجه حراره كام؟ 37 درجه مئويه. دي هسميها درجه الحراره المثلى. كلمه مثلى يعني ايه؟ الافضل، الاحسن. يعني دي درجه الحراره اللي هيعمل عندها الانزيم باقصى كفاءه واتقان. تمام. طب ما انا رفعت الحراره عن 37 بقى 38 39 وانت نازل بدا يحصل ايه؟ يحصل هبوط اهو. يعني بدا نشاط الانزيم يحصل له ايه؟ بدا نشاط الانزيم يقل معاك لغايه ما جه عند مين؟ 50. عند 50 وقف النشاط بتاع الانزيم. الله. يعني معنى كده ان ال 50 تعتبر درجه الحراره القصوى لان اخر حاجه اشتغلها 50، بعد ال 50 كان واقف. يعني لو 51 لا وقف، 51 واقف. 40 دي درجه حراره الموت.
انا بدي اي مش لازم التزامات جسمي، انا بدي بشكل عام ده انا هقعد اغير دلوقتي. هو الرقم اللي انا هحفظه 37 لكن بدات امتى ونهيت امتى بيختلف. ممكن انزيم تاني يشتغل عند الولاد 60، ممكن انزيم يجي عند ال 45 ويقف، ممكن انزيم يجي عند ال 40 ويقف. دايما الانزيم بتختلف عن بعضها في حرارتها الدنيا والقصوى، لكن كلها واحد في درجه الحراره المسلم. انا مش بتكلم عن جسمي دلوقتي، انا بتكلم عن جميع الانزيمات في جميع انواع الثدييات بشكل عام، لكن في جسمنا احنا 37. بس برضو خلي بالك في انزيمات ممكن تيجي تشتغل عند 15، في بيشتغل عند 10، بتختلف. يعني عايز اقول لك كلنا مشتركين على 37، بس هبدا امتى وانهي امتى بتختلف من كائن حي لاخر، وبتختلف من انزيم لاخر. هتختلف من انزيم لاخر البدايه والنهايه. يبقى درجه حراره الدنيا اقل درجه حراره بدا عندها عمل، بدا عندها عمل انزيم. طيب وال 50 اعلى حراره وقف من بعدها الانزيم، توقف من بعدها عمل الانزيم. امال انت كان شغال بقى على كفاءه 37 درجه مئويه. المسافه بقى من ال 10 لغايه ال 50 ده هسميه المدى الحراري. كلمه مدى يعني ايه؟ يعني الانزيم يقدر يشتغل في المساحه دي. بدءا من 50 هو شغال، بدءا من 10 هو شغال، لغايه 50 هو شغال. درجه نشاطه ايه بقى؟ مش مشكله، المهم ان هو قدر يشتغل. لكن قبل ال 10 ما اشتغلش وبعد 50 ما اشتغلش، يبقى ده المدى اللي بيشتغل فيه الانزيم. المدى بتاع الانزيم من 10 الى 50. يعني لو جاب لي رسمه زي دي وطلب منك قول لي درجه الحراره الدنيا 10، طب قول لي درجه الحراره القصوى 50، ده 50. طب قول لي المثلى 37. طب ايه المدى بتاعنا؟ المدى من 10 واعمل سهم كده لغايه 50. طب ما تيجي نغير، ما هو مش كل الانزيمات عند نفس القصه دي، تعال نعمل حاجه ثانيه اهو، بس اكيد كله هيجي عند 37. انا هخلي انزيم المره دي هيشتغل من عند 15 اهو، بس برضه هاجي عند 37 بس انا واثقه منك لازم يكون اعلى كفاءه له. وبعد كده ها اقدر اقول الارقام دي ايه؟ الدنيا كام؟ 15. طب القصوى كام؟ 45. القصوى 45 واكيد المثلى 37. طب المدى؟ 15 ل 45. سهله؟ سهله. لازم مش تقف مثلى اعلى كفاءه اعلى نشاط كان عند درجه الحراره المثلى دي. طيب هنقول سؤال تاني في الحته دي برضه. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث اذا حصل خفض لدرجه حراره الانزيم عن درجه الحراره المثلى؟ يفقد تدريجي، ما وقفش فجأة وما ارتفعش فجأة، دايما تلاقيه طالع ايه؟ تدريجي وبينزل تدريجي. يبقى لو قال عن 37 درجة مئوية هتقل كفاءة الإنزيم تدريجي إلى أن يتوقف عند كام بقى؟ وده لو ما ذكرهاش في المنحنى هتقول له عند درجة الصفر المئوي، ده لو ما ذكرهاش. تاني لو رسمة زي دي وقال لي إيه اللي يحصل لما تنخفض درجة الحرارة؟ هيقل تدريجي ان يتوقف عند 15 درجه مئويه او من بعد 15 درجه مئويه. عمود الصدار الزمن ولا درجه نشاط الانزيم؟ النشاط. سوري النشاط. احنا عمالين نقول نشاط من ساعتها. يبقى كل ما الانزيم ده حرارته انخفضت كل ما بيحصل ايه؟ كل ما ده حرارته او كل ما نشاطه بيقل تدريجي. وقف عند كام؟ والله على منحنى يبقى 15. طب لو ما قابليش ما جابليش منحنى كان كلام نظري يبقى وقفت عند ايه؟ أكيد كله يقف عند الصفر. طب تعالى نعكس، ماذا يحدث لو ارتفع حرارة الإنزيم عن 37 درجة مئوية؟ إلى أن؟ إلى أن تتوقف، ماشي، يعني هتقف برضه؟ والله لو جاب لي رسمة على 45 ما جابش، غالبًا بيبقى عند 50. غالبًا بيبقى عند 50. طيب، سؤال تاني. طيب لو أنا خفضت الحرارة وصلت لغاية 50 ووقف ورجعت رفعتها تاني او رقصت رجعت خفضتها تاني هيشتغل؟ كده باظ. طب لو عكست هنا لو 37 وخفضته وقف عند ال 15 ورجعت رفعته تاني هيشتغل؟ ايوه. يبقى انت عايز تقول ايه بقى؟ عايز تقول لي ان التمريض يعمل على ايه؟ يعمل على وقف الانزيم عن العمل، لكن درجه الحراره تعمل على ايه؟ على تحلل الانزيم. يعني ايه؟ يعني لو انا جبت الانزيم اللي شغال عن 37 درجه مئويه وخفضت درجه حرارته بدا يقل تدريجي الى ان يتوقف،
رجعت انا فقطتها تاني، رجع اشتغل تاني وبنفس كفاءته ما عندوش مشاكل. طب لو عكست 37 ورفعت اول حراره قال لي تدريج لغايه ما وقف عند ال 45، طب لو رجعت خفضت مش هشتغل. بس ليه؟ اصل الانزيم ده عباره عن ماده بروتينيه. يعني ايه ماده بروتينيه؟ يعني احماض امين. يعني ايه احماض امين؟ يعني ذره كربون وسطيه مجموعه كربوكسيل حامضيه الامين والاتش والار. طيب ايه علاقه ده باللي انا بقول؟ ما انا لما هرفع درجه حرارته تحول الى ايه؟ ثاني اكسيد الكربون وميه واكسيد النيتروجين. رجعها لي تاني ينفع؟ لا. يعني مثلا وانت راجع النهارده وانت ده طلبت منك تشتري فراخ مثلا، جبت فرختين، واحده حطيتها في الثلاجه في الفريزر والثانيه حطيتها على النار ونسيتهم، اتحرقت رجعتوا على ريحتها بقت فحمه، ينفع ارجعها فراخ تاني؟ لا. خلاص الحراره حولتها الفحم، حولتها الاكاسيد، ما ينفعش ترجع تاني. طيب بس اللي كانت في الفريزر لما رجعت شلتها من الفريزر تاني يوم وطبختها عادي اشتغلت معايا عادي جدا. التبريد يوقف عمل انزيم ولكن لا يؤثر في تركيبه. الخلاصه بقى التبريد يوقف عمل انزيم ولكن لا يؤثر في تركيبه، بينما رفع الحراره هيؤثر في تركيب الانزيم. هيقول لك هيغير الشكل التركيبي والوظيفي طبعا الانزيم. ارتفاع درجه الحراره بيغير الشكل التركيبي والوظيفي للانزيم، خلاص هيتوقف عن اداء عمله. طيب ده بالنسبه لدرجه الحراره. طب لو حبيت اطلع تعريفات، ما هي درجه الحراره الدنيا؟ هي اقل درجه حراره يعني اول درجه الحراره يبدا عندها عمل انزيم. طب المثلى؟ درجه لا تعمل فيها انزيم. اقل درجه. طب القصوى؟ اخر درجه حراره هيعمل عندها الانزيم. والمدى المسافه بين درجه الحراره الدنيا ودرجه الحراره. حلو. طيب تعالى بقى نشوف البي اتش. خدتوا في كلمه؟ اه. البي اتش عباره عن ايه؟ حد فاكر تعريفه؟ الاس الهيدروجين. مقياس يحدد تركيز ايون الهيدروجين في المحاليل المائيه، والمقياس ده بيمتد من صفر لغايه 14 مرورا برقم 7. السبعه متعادل. اقل من السبعه حامض. حمضي. اعلى من السبعه قاعدي. جميل قاعدي. طب انا عملت السم من رايح كده ليه ورايح كده ليه؟ عشان كل ما الصفر يكون حامضي اكتر. كل 14 يعني انت بتقول كده بتزداد الحامضيه وكده بتزداد القاعدي او القلوي. يعني على كده 1.5 اكثر قاعديه من اكثر حامضيه من السته اكيد. على كده ال 14 اكثر قاعديه من نقول الثمانيه اكيد. يعني عارف مين ال 14؟ مين دول؟ الناس اللي بتحب ان اتش بي او اتش هيدروكسيد الصوديوم الاكسيد. الاسم الشائع دي اسمها الصودا الكاويه، دي اسمها صودا الغسيل اللي هي بيسموها البوطاسه. بوطاسه كاويه، تسمع عن الكلمه دي؟ البوطاسه الكاويه. مين اللي عندي هنا؟ ده انت هنا هتلاقي اتش 2 اس او 4 ده اللي هو ميه. طب يا حمدي لو تيجي مركز هتلاقي اتش سي ال حمدي الهيدروكلوريد. هتلاقي حمد اتش نيوت احماض قويه جدا. ايه علاقه الكلام ده بان نقوله لكل انزيم درجه بي اتش يعمل عندها الانزيم ده باقصى كفاءه واتقان؟ طيب بس خلي بالك في هنا مشكله في الحراره كانت تقل والزيت شغال بس ايه؟ بيقل تدريجي. هنا بقى لا يشتغل يا ما يشتغلش. يعني لو انا جبت لك برضو منحني وقلت لك انا هحط هنا المتغير الاول هيكون معايا البي اتش، وهنا هتكلم عن النشاط برضو نشاط الانزيم. انا هحط الارقام اللي انا عايزاها 1.5 و2.5، وهنا احط 7.4 و8. في انزيم بيشتغل هنا اسمه البيبسين، في انزيم بيشتغل هنا اسمه التريبسين. التريبسين والبيبسين كلاهما يعمل على هضم البروتين في المعده. ده في المعده البيبسين في المعده، لكن ده بيشتغل في الاس 10 الامعاء، في الامعاء الدقيقه، بدايه الامعاء الدقيقه.
لما اعطيتهم جزئين اثنا عشر ولا فائفي ده شغال في الاثنا عشر. تاني نوعين من الانزيمات مهمين جدا ومحتاجينهم السنه دي، انزيم اسمه البيبسين وانزيم اسمه التريبسين، كلاهما بيشتغل على نفس الماده الهدف اللي هي البروتين، ولكن البيبسين يعمل في المعده عند وسط حامضي، والتريبسين يعمل في الاثنا عشر او الامعاء الدقيقه في وسط قلوي، لكن كلاهما يهوي البروتين. يعني لو انا جبت التريبسين حطه في المعده هيشتغل؟ لا. طب لو جبت البيبسين حطه في الاثنا عشر هيشتغل؟ لا. يعني هنا يا واحد ونص يا اتنين ونص في المادة ده، افرض بقى اتنين وستة من عشرة يقف، افرض بقى واحد واربعة من عشرة يقف، لكل انزيم درجة بيقش يشتغل عليه ده برضه سبعة واربعة بالظبط، مش تدريجي زي ما عملنا في المرة اللي فاتت مع الحرارة، يا يشتغل يا ما يشتغلش. هنا الفروق بسيطة، سبعة واربعة وتمانية بسيطة، ولو هو صح ان هو تمانية، بس هو في الكتاب قال لك سبعة واربعة من عشرة، مش هتفرق مش هتفرق، بس هو سبعة واربعة من عشرة على فكرة الفرق. التمانية دي الاثنى عشر. هقول لك حاجة، كل جسمك قلوي وضعيف، كل درجة بي اتش جسمي قلوي وضعيف ما عدا المكان الوحيد اللي حمضي النعمة. عارفة مش عشان الانزيمات، عشان ده المعدة فيها حامض ال اتش تي ال، عشان كده درجة حرارتها عالية أوي ودرجة حموضتها عالية، أقول لك عندي حموضة في المعدة. عايز تسأل في حاجة؟ قول حاجة. البي اتش، البي اتش مقياس بيحدد تركيز ايون الهيدروجين في المحاليل المائيه. يعني ايه؟ عندي محلول مائي مش صلب ومش بودر ولا غاز ميه، المحلول ده عايز اعرف المحلول ده حمض ولا قاعده ولا متعادل. البي اتش ده جهاز، معرفش شفتوه في المعامل ولا لا؟ جهاز، الجهاز ده له كده حاجه زي عداد بيبان فيها رقم، احط الشريط ده او الجهاز ده في المحلول اللي انا عايز اكشف عنه واشوف الرقم اللي هيطلع لي ايه. طلع لي تسعه ده قلب، طلع لي خمسه ده حامضي، ده انا كمان هقدر اعرف تركيز الحمضيه ايه وتركيز القاعديه ايه، هو حمض قوي ولا ضعيف. كان زمان اقصى حاجه ايه؟ ولا تعبات شمس، حمضي حمر قوي زرق حافظنا من واحنا قد كده. طب ما انت عرفت حمضي وقاعدته وخلاص، لكن ما عرفتش درجه الحمضيه. طب ما انت عندك ال H2SO4 حامضي وال HCl حامضي، وعندي برضه ايه حمض اسمه كده، عارفين مين ده؟ كربونيك، ده حمض كربونيك، ده حمض ضعيف جدا جدا، يعني درجه الحموضه بتاعته ما تتعداش، يعني يوم ما تكون درجه حموضه عاليه ما ده هو السبعه المتعاد. انا كل ما بنزل بتاعتي يعني اقل من السته كمان، اقل من السته كمان سبعه. اصل عارف انت لو مبادره بترفع درجه حرارته بسرعه يتقسم لميه، مش ثابت خالص مش ثابت، عشان كده بقول الحمض ضعيف. يعني زمان كان حمض وقاعده بس، دلوقتي قدرت اعرف الحمض قوي والقاعده ضعيف، ده انا قدرت كمان اجيبها بالرقم. يبقى انا بحط الجهاز ده بيطلع لي رقم، عارف ده حمض ولا قاعدي، ولو حمض يبقى قوي ولا ضعيف كمان، ولو قاعدي برضه نفس القصه. دي اسمها درجه البي اتش. كل دي جسمي خلاياها كلها قلوي ما عدا المعده، المعده الوحيده اللي وسطها ايه؟ حامضي، وده بفضل وجود الاتش تي ال. عشان كده المعده البي اتش بتاعتها بتتراوح من 1.5 ل 2.5، دي درجه البي اتش اللي معاك في المعده. كل جهاز بعد كده 7.4، الاثنا عشر بتبقى 8، الفم 7.4. هو كتب لك في الكتاب ان كل جسمك 7.4، ماشي؟ فروق بسيطه، كله قلوي ضعيف. يبقى خلي بالك من الجزئيه دي، يبقى البي اتش ده مقياس بيحدد درجة أيون الهيدروجين في المحاليل المائية. 7.4 فم و8 اثنا عشر؟ اه المفروض 7.4 الفم و8 الاثنى عشر ولا الفائفي، الجزء اللي تحت تاني. الفم والبلعوم 7.4، المعدة 1.5، الاثنى عشر والباقي 8. يعني الجزء العلوي 7.4 والجزء السفلي 8. يعني بص الفم كميات لا ليه جبت ميكانيكي؟ عشان السنان يعني؟ اه بجزئها، لكن ما اعتبرهاش هضم، تجزئه. في فرق بين هضم اللي انت تحولي من صوره لصوره، او من بوليمر لمونيمر. اصل انت جالسه هنا هضم، في انزيم في اللعاب هنا بيحول النشا لسكر مالتوز، هضم. لكن انا هنا جزأت بس، ما اعتبرهاش هضم. لكن تقدر تقولي في التركيب زي ما انت قلتي، بس نقول ايه؟ انا عملت هنا عمل تركيبي وعمل هضم. عشان يبقى كلامنا اضعف.
طيب ممكن يجيب لي سؤال على الحته دي؟ بص كده السؤال ده من الاسئله بقى اللي بيقول بتقيس مستويات التفكير دي. هنرسم محلول او عمود اختبار كده. بقول لك ان عمود الاختبار دي هحطها في حوض في ميه عشان اعمل هنا محلول مائي. هنا محلول مائي درجه حرارته هنقول 40 درجه مئويه. اللي بتتكلم يا ريت نهدى شويه. هنحط هنا قطعه لحم. هبدا اضيف عليها انزيم. هقول لك ان انا هضيف عليها انزيم التريبسين زائد محلول منظم البي اتش بتاعته 2. هل البروتين ده او اللحم ده هيقدر؟ لا. ليه؟ عشان التريبسين هيشتغل. حلو قوي. انت حطيت تريبسين وحطيت البي اتش 2 مش هيشتغل. طب اعمل ايه عشان اشغله؟ شيل التريبسين واحط مكانه البيبسين. ماشي. شيل نص البي اتش وحط الخليط ده. جميل. شيل البي اتش واحط مكانه اتش سي ال مثلا عشان اخليه عميق. عشان نعزل انا سبت قطعه اللحم بس شلت التريبسين وحطيت مكانه بوتسين وخليت المحلول المنظم يديني بي اتش 2 او يديني بي اتش مناسبه لعمل البنسين. وطبعا المحلول المائي هنا ما ينفعش. انا عايزه 37 درجه مئويه. لازم يشتغل في درجه حراره 37. يبقى كمان برضو هغير من درجه حراره المحلول اخليها 37 درجه مئويه عشان يقوم الانزيم بالعمل بتاعه. لان احنا اتفقنا دي درجه حراره مثلث. درجة الحرارة المثلى في كل الانزيمات 37 درجة مئوية. درجة البي اتش المثلى لكل الانزيمات 7.4 عدا التريبسين بس من 1.5 ل 2.5. كل الانزيمات لان الانجليز ما كله 7.4 ما بين 7.4 و 8 يعني كله درجة. يبقى كله يشتغل عند الدرجة دي ما عدا البيبسين الوحيد اللي في المعدة اللي شغال على 1.5 ل 2.5 بس كده. ماشي الحال؟ كده خلص الباب الاولاني. بص لي بقى هنا بسرعه كده انا هعدي عليك كده ونجرب ونتفق هنحل ولا ندخل في الباب الثاني. لا هي بس اللي انت عايزه. بس بص الاول على ده همسح عشان لا 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 صوت انا اصلا عندي ثلاث احوال صوتيه. ايه ده عشان مش عارفه اعمل صوت. الله يسلمك يا حبيبي. الفعالات الكيميائية بدي قالك من عند الاي ده ممكن تفتح الشاشة. حالات بقى عادي. خلاص يبقى الاي او التنسيق الغذائي. خليكي بقى معايا. حياة الكائنات الحية وتتوقفها على حدوث بعض التفاعلات البايوكيميائية في أجسام الكائنات اللي بنقول عليها عمليات الأي. أنت بترجع تاني. إيه هو الأي؟ شوية تفاعلات بايوكيميائية بتحدث جوه الخلية هتشمل عمليتين متعاكستان اللي هما البناء والهب. مهم في الأي؟ مهم عشان أنت بتبني جسمك عن طريق تعود الأنسجة التالفة زي ما بتستخدم البروتين. بتحصل على الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية لما بتحرق النيكيدات أو بتحرق الكربوهيدرات. العمليتين فيها عملية اسمها هك هتكسر الروابط الكيميائية بين ذرات الجزيئات الكبيرة عشان نستخلص الطاقة الكيميائية المخزنة فيها زي ما عملت أكسدة للجلوكوز أو أي مادة غذائية. البناء هستخدم الجزيئات البسيطة اللي في ناس بترمي عشان أبني جزيئات كبيرة أكثر تعقيدا زي ما ببني البروتينات. اي تفاعل هيتم هدم او بناء محتاج طاقه في الخليه عشان يبدا اسمها طاقه التنشيط. دي الحد الادنى من الطاقه اللازم عشان ابدا التفاعلات الكيميائيه. ايه هي الانزيمات؟ عوامل مساعده حيويه تعمل كعامل حفاز. طبعا هي عباره عن بروتين بتزود سرعه التفاعل وتقلل من طاقه التنشيط. اهميتها هزود السرعه واقلل من طاقه التنشيط.
الانزيمات بتزيد سرعة التفاعل من غير ما تتأثر وتتأثر في نواتج التفاعل. الانزيمات هتقلل طاقة التنشيط متخصصة وعزمناها المرة اللي فاتت لكل انزيم مادة هدف يعمل عليها، بتتأثر في عملها بدرجة الحرارة والأس الهيدروجيني. في عوامل بتأثر في سرعة وكفاءة الانزيم زي الحرارة زي البي اتش زي تركيز الانزيم زي تركيز المادة الهدف زي يكون عندي مثبطات. الحرارة الانزيمات حساسة جدا لأي تغير حراري طبعا لأنها عبارة عن بروتين، عشان كده نشاطها بتحدد في مدى ضيق. المدى ده اللي احنا جبناه من ايه؟ بدأت انت ونهيت انت. اتفضلي. ادي انزيم اهو، ده الحرارة المثلى كام والدنيا كام والقصوى كام؟ طبعا الدنيا 10 والمثلى 37 والقصوى 50. كملي اهو اللي احنا عملناه. هنا جاب لك واحد تاني بدأت عند 5 واعلى برضه عند 37 ونهيت عند 55، يبقى المدى بتاعك 5 ل 55. درجة الحرارة الدنيا تعريفاتهم، الحرارة اللي بيكون عندها الانزيم نشاطه قليل، بدأت الحرارة او بدأت العمل. لكل انزيم سمع دش ورق، لكل انزيم درجة حرارة مثلى، بيكون عندها الانزيم ده اعلى كفاءة ونشاط ويقل تدريج كلما ابتعدت او كلما ارتفعت الحرارة. خلي بالك بقى، لو ارتفعت الحرارة المثلى هيبدأ يقل تدريج الى ان يتوقف عن درجة نشاط الانزيم تماما ولا يعود. ليه؟ اصل انت غيرت في التركيب الطبيعي للانزيم، بدل ما انا عندي احماض امينيه لا لسه هجيبها انخفضت بس الحراره مش هيرجع تاني، ده المقصود. لان انت بدل ما كان عندك بروتين حمض اميني بقى عندك اكاسيد كربون. طب لو خفضت؟ لا عادي هيفضل يشتغل او هيقل لغايه يوصل حراره الدنيا، لكن عند رفع درجه حرارته تاني يعود لنشاطه مره اخرى عند رفع درجه الحراره. يبقى التبريد وقف لي نشاطه بس. ايه هو الاس الهيدروجيني؟ ده مقياس بيحدد لي تركيز ايون الهيدروجين في المحلول المائي، اعرف منها اذا كان محلول بحمضي ولا محلول قاعدي. اذا كان الاس الهيدروجين المحلول اقل من 7 ده حمضي، اكبر من 7 ده قاعده، بيساوي 7 المحلول ده متعادل. تتاثر الانزيمات بتغير الاس الهيدروجيني لانها عباره عن مواد بروتينيه فيها مجموعه كربوكسيل وفيها مجموعه امين او مجموعه قاعديه، ولكل انزيم بي اتش مثلى قل او زاد نشاط الانزيم هيقل لغايه ما يتوقف، بس يتوقف بسرعه ما بياخدش وضع تدريجي. الرقم اللي بي اتش الامثل للانزيم كام؟ هو الاس الهيدروجيني اللي بيعمل عنده الانزيم باقصى فعاليه زي ما قلت بدرجه الحراره، والكل بيشتغل عند 37 طبعا. معظم الانزيمات بتاع عند 7.4، المعظم بيعمل في 7.4 ما عدا البيبسين اللي بيعمل عند 1.5 و2.5. التريبسين بيعمل عند 7.5 8 وشغال في الاس 10 او انا معاه دقيق. ادي منحنيين هيودوني يعرفوني البنسين شغال عند كام والتريبسين شغال عند كام. اتفضل. طيب هاتيه ده جاي من الاول. ايه اللي يحصل لو اضفت محلول بندكت للماء المكتر؟ ما تجيبش بقى الاجابه لما يفكرش بقى الاول. ها؟ إذا كنت محلول بندكت حط الماء مكتر. هيتغير ولا مش هيتغير؟ مش هيتغير. بندكت مش فعلا السكر، محلول المكتر طعمه فوق السكر، لن يتغير لونه العادي محتوى على سكريات احاديه. ما هو الماء المكتر؟ يعني ماء يخلو من الاملاح، الماء اللي بيتدلك في الادويه او مع مضاد حيوي هتدوبه. بيكون ماء خالي من الاملاح. طيب. تتكونش ايه اللي يحصل لو تفاعل احماض ضرنيه عاليه الاوزان الجزيئيه مع كحولات احاديه الهيدروكسيد؟ تكون الشموع. ماشي تمام كمل. لو جاب الحمض النووي الريبوز الار ان ايه من الخليه؟ ما عنديش ار ان ايه في الخليه. مش هيتم تخليق البروتين وبالتالي تتوقف عمليه تخليق البروتين اللي بتحتاجه الخليه والمسؤول عن استظهار الصفر الوراثيه، ومش هيحصل تنظيم للانشطه الحيويه. عكس تركيب الحمض الامين تمام؟ عادي. النيوكليوتيد. بوك. طيب اجيب لكم اسئله على نفس النظام ولا اسئله مقاليه عادي؟ مقاليه. اسئله مقاليه. ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ لا انا كده بس.
مراجعة؟ مراجعة الكوليسترول والاسترويدات
لا توجد في الحمض النووي دي ان ايه اللي بعد ها بعد لا توجد في دي ان ايه دال الثيامين وقال لك لا توجد في دي ان ايه لا توجد طب اللي بعده عارف ارجع لك عارف طب اللي بعده عارف ما احنا بنقرأ لك اهو القاعدة النيتروجينية التي لا توجد في الدي ان ايه ادينين جوانين يوراسيل ثيامين لا توجد في الدي ان ايه ادي ايه اول واحدة الادينين لا اليوراسيل اليوراسيل قاعدة توجد في الار ان ايه ولا توجد في الدي ان ايه ادينين جوانين ثيامين كل دول تبع الدي ان ايه اليوراسيل تبع الار ان ايه لا خدي سؤال خد سؤال عدد الاحماض الدهنيه الداخله في تركيب جزيئ واحد من الفوسفوليبيدات اثنين لان اسمها فوسفوليبيدات يعني استبدلت الحمض الدهني رقم 3 بمجموعه الفوسفات والكولين تمام شد ترتبط الاحماض الامينيه وبعضها بروابط بكتيريه تساهميه فين التساهميه شفتها لا احنا بنفتكر التساهميه كانت فين بين ذرات الكربون في السكر بين مجموعه السكر او سكر الريبوز وبين الفوسفات بينه وبين القاعده الايونيه شفناها فين؟ ما خدناهاش السنه دي تجاذب كهربي الهيدروجينيه خدتها في مكانين مين يفتكرهم دي؟ انا الادينين ساعات لما قلنا يعني بين القواعد وبعضها ادي واحده لسه واحده الهيدروجينيه خدناها في مكانين بين القواعد وبين احمد نور لا عنصر النمو الاخضر الجلوكوز ده لا ليه احماض دمينيه؟ مش هتجيبوه بين السلاسل البكتيدية وبعضها فاكر لما قلت لك السلاسل البكتيدية عبارة عن روابط بكتيدية من أحماض أمينية طب لما قعدت في السلسلة قلت لهم ثلاثة مع بعض بهيدروجينين ده اللي بيدي شكل بروتين خاص يبقى الهيدروجينية جات لي مرتين مرة بين القواعد ومرة بين السلاسل البكتيدية لتكوين البروتين المعقد الربط الهيدروجينية مرة جات بين القواعد الهيدروجينية وبعضها ومره بين السلاسل البكتيريه لتكوين البروتين المعقد لتكوين البروتين المعقد خلاص ماشي سجلوا الكلام ثيمين ادينين جوانين اي والتي والسي والجي ادينين وثيامين لا اسمها ايه روابط قاعدتين هيدروجينيتين لا اسمهم ايه اصلا اسمهم قواعد هيدروجينيه قصدك كده قواعد هيدروجينيه فاكر لما قعدت اقول لك عدد القواعد الهيدروجينيه كام؟ خمس طب عدد النيوكليوتيدات اللي بتكون القواعد كام؟ تمام؟ وعرفنا ليه؟ الله يبارك حاسس بحاجه؟ تمام اي ممالي ليس من وظائف البروتينات مين على الدور؟ يلا يا نور هاتوا وراثه المعلومات ولا التحكم في معدل بس ما تزعجش الاختيار ولا مقاومه الامراض ولا حركه المواد الداخله والخارجه من الخليه يا ايه؟ ده في حاجة هتنفع ده ما تكلمش عصر ده حركة مواد داخلية وخارجية نور مش انت رايك ده جواب نهائي؟ يعني ده حسين ده انت في مصر بحبه هقول لك ليه؟ هنقول ليه طيب؟ عشان الار ان ايه؟ اللي بيحفظ وبينقل المعلومة هو الدي ان ايه والار ان ايه مش البروتين لكن هل البروتين بيتحكم في معدل التفاعل؟ الانزيم، مش الانزيم البروتين بيتحكم في معدل التفاعل؟ طب هل بيكون الامراض؟ هتقولي ازاي؟ تعرف تعرف ان الاجسام المضاده دي عباره عن بروتينات؟ مش انت دايما تقولي هات المضاد الحيوي، ايه المضاد الحيوي ده؟ المضاد بروتين. طب حركه المواد داخل وخارج الخليه؟ ليه؟ الغشاء البلازمي، الغشاء البلازمي مش عباره عن حبيبات بروتين؟ وده مسؤول عن حركه المواد داخل وخارج الخليه، وهناخده على تركيب الخليه اكثر تفصيلا المره الجايه. هيستخدم محلول البيوريك في كشف عن سكر بسيط ليبيد نشا بروتين. بروتين. فين يا عم ده دورك وسهل اهو انت ساكت ليه؟ عادي ماشي. ترتبط مجموعه الفسفات والنيكوتيدات بدرجه الكربون رقم. خمسه. مين اللي عليه الدور؟ احنا بنحب جماعه كده. يا بس خليها خليها بيرفع ايده. هو بيرفع ايده هما اللي حملوا ده بس اللي مش عارف نظامي الناس اللي ورا دي ما بيشتغلوش ليه؟ للسيلوز ما تجيبش الاجابه. للسيلوز من السكريات التي ليس لها طعم. ها الورا خالص. للسيلوز اسمك ايه محمد؟
محمد؟ لا. محمود. قول يا محمود. نفسي مدمن السكريات التي ليس لها طعم يا محمود. معقدة. لا نسي مدمن السكريات المعقدة التي لا تزوم في الماء فليس لها طعم. السكر معقد او عديد تصدقر عبارة عن جزيئة الجلوكوز. طيب دوري بقى. اسمعنا هو خلال. تحتوي مؤخرة الطيور المائية على غدة زيتية. ايه اللي عليه دور الإجابة؟ يعني بتفرز مادة زيتية فتعمل على عدم تشرب ريش الطيور للمية فبعتبرها مادة ايه؟ ماشي كمل. هتفرز مادة زيتية تغطي ريش الطيور عشان تمنع او لا تعوقها. عايز الإجابة؟ نرجع للإجابة. حتى لا تعوقها أستاذ ترك لما قلت لك بقى غطى ريشها بالزيت فالمية من ريشها ما شربوش فما عقش أثناء عملية الطيران. يلا حبيبي. تغطى أوراق النباتات بالزيت الصحراوية من طبقة شمعية. يلا جميل. ما سمعتش حاجه. قالت لما علشان هي اماكن صحراويه اللي هي مش بتلاقي ميه كتير فعشان كده بيبقى فيها حلو. يعني اقدر اقول ان الماده الشمعيه بتعمل كايه؟ بقلل فقد الميه. اصل ما عنديش ميه في البيت فما ينفعش افقد ميه فبقلل فقد الميه. اصلها بتعمل كايه بقى؟ غلاف عازل ولا غطاء واقي؟ غلاف عازل الدهون. يبقى بتعمل كغطاء واقي النبات انه يبخر ميه. يلا جميل. يبقى تقلل فاقد الميه اثناء عمليات النتح طبعا سميناها غلاف واقي. كل طول في الباب اللي جاي وانا في الباب السابق والناس نايمه ولسه على الامتحان اقل من شهر ونص شهر ونص تقريبا. وخلي بالك في ايام كورونا والدنيا بتبوظ ولا اعرف هيحصل ايه بكره. يا جماعه نصحى شويه ما عادش في وقت للنوم. نصحى شويه الامتحان هيجي. انتوا لسه التجربه جديده عليك ولا ثانوي هتتبهدلوا. الامتحان هيجي بيقيس مستويات تفكير عليا. بقول لك اوبن بوك افتح الكتاب ولو جالك طلع لي اجابه لو جالك طلع لي اجابه. بس خلي بالك لا ركز ده انا قلت احمد امينيه احمد امينيه مش مجموعه اكيد اختلاف مجموعه اكيد اختلاف مجموعه القلب صح كده؟ لاختلاف مجموعه الار او القلب اختلاف مجموعه القلب. لكن لو قال لك بقى تختلف البروتينات بص كلمه كلمه فرقت المعنى ازاي؟ لكن لو تختلف البروتينات لا مع ان عددهم 20 كل الليله على حسب عدد النوع الثلاث كلمات اعداد انواع ترتيب كمل بيختلف فيها اعداد بدون فرصه يقول لي جاب لاختلاف اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامنيه المكونه للسلاسل البكتيريه. طيب الالبومين من البروتينات البسيطه بينما الهيموجلوبين بروتين مرتبط ليه؟ لان الالبومين لا يتكون الا من احماض نوويه فقط النووية ولا أمينية؟ أمينية. فصل أصغر حرف تضيع مني الإجابة كلها. أمينية فقط. أيوة. بينما الهيموجلوبين يتكون من اتحاد أحماض أمينية مع الحديد. جميل بروتين مع الحديد. حلو هات الإجابة. يبقى الألبومين عند تحليله بينتج أحماض أمينية فقط بينما الهيموجلوبين يتكون من بروتين مرتبط مع حديد. يلا جميل. يختلف السكر الخماسي في نيوكليوتيد الدي إن إيه عن نيوكليوتيد الأر إن إيه؟ ها مين عارف؟ عايز اقوله جديده بقى مش انت الدور معقول هم رجعوا قالوا الدنيا بقى لا هم الدور كان زي ما شفت قالت لي طب يلا دور كيف انت مسكه ضربيه على طول كان فكرت احنا معانا هو اسم هو خماسي اللي هو الزي اكس اللي ايوه الثاني اللي هو حلو يعني في السكر الدي ان اي ديوكسيلايبوز يعني منقوص الاكسجين بينما في الار ان اي غيبوز يعني زياده طب احنا كويسين اهو يلا جميل. يبقى السكر الخماسي في الدي ان اي سكر ديوكسيد ريبوز منقوص الاكسجين بينما في الار ان اي سكر ريبوز اتفضل. طيب يقل نشاط الانزيم تجريه كلما ارتفعت درجه حرارته عن الدرجه المثلى حتى يتوقف تماما. ها مين عليه الدور؟ يلا يا باشا. يلا. ليه بيقل نشاط الانزيم تجريه؟ ده احنا لسه قايلينه النهارده. كلما ارتفعت درجه حرارته عن الدرجه المثلى لغايه ما يوقف تماما ارتفع مش انخفض. عارف ولا؟ طب اللي وراها؟ ها؟ طب اللي بعدها؟ هنمشي للدور اهو، يلا جميل. عارفه الاجابه؟ فكرت؟ طب اللي وراها؟ الوقت بالدور كده. ها؟
ها؟ قول. النهارده عارفه ايه؟ فاطمه قولي فاطمه معلش يا ابني انا مطلع عليك. عند رفع درجه حراره البنزين يتحلل معاك. برافو عليك. يعني بتغير الشكل التركيبي بتاع الزيت. ايوه كده ايوه كده. يلا وريني بقى الاجابه. اعتبر في التركيب الطبيعي الزيت ولن يعاود عمله او نشاطه مره اخرى. يلا يا باشا. تتغير الانزيمات او تعتبر الانزيمات عوامل حفازه عاليه التخصص. ليه حفازه وليه عاليه التخصص؟ حفازه عشان لانها تساعد في زياده سرعه الانزيم سرعه التفاعل وتقليل طاقه التنشيط. جميل. عاليه التخصص لانها لكل مرتبطه بدرجه حراره معينه او بي اتش. لا لكل انزيم عمل مادة هدف يعمل عليها. متخصص الذي يصنع العظم البروتينات غير اللي بيصنع العظم الكربوهيدرات خلال ده. عارفه كمان ان اللي بيصنع العظم مثلا النشا غير اللي بيصنع بهضم السكر الملتوز. تتخيل حتى لو معقد. طب ما كله كربوهيدرات بس ده معقد وده ثنائي. ده انزيم وده انزيم جاي. الشكل الفراغي لما قلنا بيرتبطوا مع بعض بالشكل الفراغي. هتبقى اجابتك يبقى حفازه انها تزيد من سرعه التفاعل وتقلل من طاقه التنشيط. متخصص ان لكل انزيم ماده هدف يعمل عليها. معظم الانزيمات تعمل عند درجه بي اتش 7.4. يلا مش عارفه. الانزيمات بتعمل عند درجه 7.4 كده بس. باقي الانزيمات في انزيم اسمه الاول قولي لي كل شغال على 7.4. هي درجه الحموضه المقلله في كل الاجسام. ما تقوليش الحموضه بقى قولي درجه البي اتش يا اما القلويه عشان هو كده قلوي درجه. يبقى درجه البي اتش المثلى هي 7.4. طب ليه درجه البي اتش 7.4؟ اصل ديت بروتينات والبروتين عباره عن حمض اميني. يعني في مجموعه كربوكسيل حمضيه وفي مجموعه امين قاعديه. المجموعتين دول عشان هو حمض وقاعده في نفس الوقت فلازم يعمل في وسط ينفع في الاثنين. ف 7.4 قلوي ضعيف يعني برضه مش هقص عليه ايه؟ مش هقص عليه نسبه الحمضيه. هاتيها كده. يبقى الانزيمات عباره عن مواد بروتينيه فيها مجموعه كربوكسيد حمضيه وفيها مجموعه امين قاعديه. عشان كده البي اتش ملائمه ليها 7.4. كمل. ماشي. عايزين مثال لكل منهم. سكر احادي. يمشي بالدور؟ ها؟ اي سكر احادي درستيه؟ جلوكوز. حلو قوي. فركتوز جلاكتوز. ماشي كلهم معانا. جلوكوز فركتوز ريبوز جلاكتوز. ماشي. سكر معقد. ها نبات. سكر معقد نبات صح. كلهم كده ما حدش بيتكلم. انا ما سمعتش حد. انا اسمعك انت. خدي بقى اللي وراها. طيب ماشي كمل. وسيلوز. ماشي. ليبيدات بسيطه. ها ليبيدات بسيط دهون بسيط. انا بتاع اللي ورا. ماشي قول. يلا بقى قول. ها ما قالوها اهو. الزيوت الدهون الشموع. ماشي كملي. طب معقد قول. رجع في كلامك. قول اوبن بوك. ها طب قولي اللي بعدها. قولي اللي ورا خالص. ليه؟ لا دي مش طاقة. الفوسفور اللي بداية. الفوسفور اللي بداية. اسمعش أي حاجة. كوليسترول. إحنا بنراجع. اللي بداية مش طاقة كوليسترول. كوليسترولات الاثنين. بروتين يحتوي على يود. ثيروكسين. بروتين يحتوي على كالسيوم. كالسيوم. قاعدة نيتروجينية. أي حاجة. عادي نيتروجينية. أي حاجة. كل. عملية حد. هي عملية أكسدة لتحويل الجلوكوز إلى جلوكوز. حلو ماشي. يعني أكسدة الجلوكوز. تمام. إنزيم يعمل في بيت الحمضية. ترسين. طب ولو كان قلوي. ترسين. ترسين. ماشي. ماذا يحدث؟ اتحاد زي من السكريات الاحاديه. سكر ثنائي. سكر ثنائي. ماشي. يشم اتحاد زي الجلوكوز. تمام.
إدارة محمول بندكت إلى المال ماشي كمل قلناها برد شموع شموع ماشي لما تحلل بدايه النوع قاعده لا بدايه لا مش كوليسترول زي الكوليسترول زي الاستروجينات تمام استبدال الحمض الدوري في الفصول الجلديه ماشي هتختار الفصول الجلديه تمام تغير نوع يتغير نوع البروتين يتغير نوع البروتين الناتج ارتفاع حموضة المعدة عن القيمة التي يعمل عندها انزيمات يتوقف نشاط التغذية ماشي تعالوا ملامة البي اتش للمعدة غياب عمليات الأيض أو التمثيل الغذائي عدم تعويض الخلايا التالفة عدم استبدال الخلايا التالفة وعدم وقوع الجسم تضخم عمليات البناء والهدم في حياة الحي أصلا عملية مستمرة ماشي سلايد شوف لنا سلايد تاني عايزين أسئلة المعدة عايز إيه؟ أسئلة المعدة ماشي طلعي هتلاقي في اسئله مكتوب عليها تمام يا حبيبي هدي ورقه شامله كده لا شامله كده بص ان البدايات اللي بتعتبر جزئيه من احماض الكليمات بص البدايات فارتضى ان يطلع على بعض روابط نيوكليوتيدات نيوكليوتيدات تبقى تساهمية يدخل عنصر الفسفور بسرعه اساسيه في التكوين اقول لك ليه اصل بسرعه اساسيه ايوه الكربون في الصوره البروتين بسرعه اساسيه ده لو هو اتطبق معاه هيكون الكازين صح لكن موجود في تركيب الحمض النووي لازم لان مجموعه الفوسفات متصل بدرجه الكربون رقم 5 ده تركيب نيوكليوتيد كلمه اساسيه اللي غيرت الموضوع بصوره اساسيه يبقى انا عايزه احماض نوويه هتقول لي طب ما انا عندي الفوسفوليبيدات ماشي بس ليه اساسيه لا طب ما انا كان عندي ليبيدات ثاني زيوت ودهون وشموع ما فيهاش الازاعات تتكسر كليات عندما تصبح الحراره عاليه لا في كسر كليات على هيخفيك ستين تتكسر كليه هو احنا مش اتفقنا مش احنا اتفقنا ان انا لو حفظت او رفعت ايه تدريجي الى ان اتوقف عن درجه معينه لو كان درجه حراره عاليه هيكسره وانا قلت لك لو ما حددليش يبقى هات لي اعلى درجه حراره 50 او 60 ولو في الدنيا هات لي اعلى درجه حراره اللي هو الصفر هو قال لك تتكسر كليه اهو يعني انت رفعت يبقى عايز 60 ازاي اختار 10 دي حرب ودي حراره دنيا هي الدنيا او العصب اتكسر شو احنا قلنا التجميد يوقف لي عمل انزيم بس يبقى انا عندي اعلى درجه حراره اللي هي 60 الحمض النووي منقوص الاكسجين بيوجد فيه ما تستعجلش مش انت عايز مهارات عليا؟ ايوه الحمض النووي منقوص الاكسجين موجود فين؟ في سيتوبلازم الانسان ولا في المضاد الخلوي في نبات القمح ولا في نواه خليه النمر ولا كل ما صار؟ ما تستعجلش فكري ما تستعجلش نمشي ولا فكر كل ما صار صح ولا غلط كل ما صار هو ممكن يديه انكم لا تفكيركم جميل انا بتكلم عن دي ان ايه ما ينفعش يكون في سيتوبلازم استحاله ما ينفعش يكون في بتكلم على الارض دي ايه الجيلاتوجين خلاص الجيلاتوجين عباره عن السكريات العديده يوجد بصوره اساسيه في ماشي تمام ايه الرابطه البكتيريه رابطه ترشح بين مجموعتين ما تستعجلش بين مجموعتين يعني كربوكسيل هل ينفع عشان تنزع ميه ازحم اتنين كربوكسيل طب ازحم اتنين امين طب امين ونترات لا ازحم امين او اشيل من مين بس كده كربوكسيل وامين اما كنت تنزع من مجموعه الكربوكسيل الاو اتش
وبتنزع من الامين الاتش. فهمتش مش اللي بتاعت الباتي كاربوكسايد. لما كنا بكون روتر بتديه مش كنت بنزع جزيئ ميه؟ نزعت من مين؟ كنت بنزع او اتش مجموعه الكاربوكسايد وبنزع اتش مجموعه الامين. فاكر المحترم جنب بعض شيلت او اتش شيلت اتش كان كاربوكسايد خلاص افتكرتها ولا اتبالك؟ تمام يبقى كاربوكسايد وامين. من عمل من عضيات الخلية التي اعتمد عملها على وجود حويصلات. لا لسه دي لسه ده خلية ده عام ده عام هناخد منه اللي ينفع. لا لا الباقي ده كله خلية. ارجع لي بقى ورا كده عدي جزء الاختيارات وشوف النوع الثاني من الاسئلة. مش هو عادي ده كله خلية. ده قليل ابو ليل.